تفضل. سامك دكتور، انا قصتي قصة. انا موظف بهالدولة وراتبي 2000 ليرة بالشهر، منيح لحد هو؟ منيح عظيم. وعندي 5 اولاد وامهم فيها مسؤولية. منيح الله يخليك ياهم. بسيطة يعني، بيلحق كل فرد فينا بهالعيلة اذا قلنا 2000 ليرة تقسيم 7 شو بيساوي دكتور؟ 285 ليرة. 285 ليرة منح، ما بقى شيء. عندي إجرة البيت، حسب لك، حسب معي. إجرة البيت 1000 ليرة بالشهر، يعني 50% من الراتب. مزبوط دكتور ولا مو مزبوط؟ مزبوط. عظيم. هاي طار من الألفين 1000، بقي 1000. عندك الأكل والشرب والكسوة والحدوة والطبابة والفواتير والمدارس والمازوت والكهرباء والمي والتليفون. فكرك هدول كلياتهم على بعضهم قديش بيطلعوا يا حسرات؟ شو بيطلعوا؟ بيطلعوا يا سيدي 400% من الراتب. بقى منين بدي جيبهم هدول دكتور؟ منين؟ انت مثقف ودارس برا، قلي منين؟ طيب ليش عم تتمكمك؟ منين بتجيبهم انا؟ وحدة وحدة. وحدة وحدة. أجار البيت وفهمنا. بس ليش كل هالقد عم تحط حق أكل وشرب؟ ليش كل هالقد؟ حسوب معي لأنك حسوب باينتك أنت بتحب الأخذ والرد أكثر من مرتي حسوب. الفطور. راح نفطر لك أنا ومرتي وأولادي فول. راح نفطر جبنه ولا لبنه ولا زبده ولا زيتون ولا مكدوس، لا فول. راح نجيب لهالطرش صحن فول ب 12 ليره. مزبوط؟ مزبوط. عظيم. وخبز بليره صاروا 13، وبراد شاي حتى نسلك هالسم الهاري هاد يلي بدنا نمرقه بزلعومنا صاروا 16 ليره. منيح هيك؟ منيح. طيب 16 اضرب لي اياهم ب 30 شو بيطلعوا؟ 16 ب 30 480 ليرة. 480 ليرة ينصر دينك. مزبوط. نجي للغدا. الغدا حبيبي رح نتغدى لك أبسط أكلة، رح نطبخ أكلة ما فيها لا لحمة ولا ضراب السخن ولا ضراب القاتولي. رح نختار المقالي وسلطة. منيح هيك؟ منيح. بسيطة. مقالي إذا قلنا رح نجيب لهالجيش كيلو باذنجان وحقه 10 ليرات، وكيلو كوسة وحقه 15 ليرة، وكيلو بطاطا بسبع ليرات، صار المجموع قديش يا حزرات؟ 32 ليرة. مظبوط؟ مظبوط، 32 ليرة مظبوط. يعمر دينك. وناكل سلطة ولا ما نتزهرمها بلاها؟ لا لا خذ راحتك، الزهرم قصدي كل كل. بسيطة. إذا قلنا كيلو البندورة بعشرة والخيار بعشرة صاروا 20، وخس بليرتين صاروا 22، وجلسة بقدونس بليرة صاروا 23. مزبوط؟ مزبوط. مزبوط دكتور؟ مزبوط. 23 ليرة. عظيم جدا. وزيت مثلا خلينا نقول بأربع ليرات ماشي الحال، شو صاروا؟ صاروا 27 ليرة. أصبح هون 27 وهنيك 32، شو صاروا؟ 59 ليرة. 59، اضرب لي 59 ب 30 شو بيطلعوا؟ لا تعذب حالك، لا تعذب حالك. 1770 محسوبة يا عمي. 1770 ليرة. تسلم لي عينك. قبل العشاء يا سيدي، مسامح. مناكل أنا ومرتي والولاد من بواقي الغداء، وبلا هذا البطيخ مبسمر سمر كراتي المحلي والفواكه. يعني بقى بدنا نحن هلأ نجمع. إذا قلنا هنيك 480 زائد 1770 شهريا شو بيساوي دكتور؟ بيساوي 2250 ليرة. فظاعة فعلا. إذا أكلت طول الشهر فول ومقالي بدك تحط 2250 ليرة. معناتها الشغلة إيه؟ بتجنن.